نرجعوا لروبريك كولتور، الفقرة الثقافية القارة اللي عملناها في برنامجنا، الحصة الثالثة على التوالي. نذكروا بدينا بمدير دار ثقافة المكنين سي أكرم بوغرين، تليه مدير دار ثقافة الوردانين اللي هي بحذنا تو مدام بسمة بوزيد بادا، تو زاد معنا مدير دار ثقافة بالبقالطة. مرحبا بك مدام ربح السهيلي. مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة سي عبد السلام. مرحبا عايشك. احنا قررنا مدام ربح ان هو البرنامج برنامج شامل، مش سياسي فقط، سياسي اجتماعي اقتصادي رياضي. زدنا فيه روبريك فيكس اللي هي روبريك كولتور، ونعرفوا الا ولايه المنستير وجهه المنستير تسخر بدور الثقافه. عندنا 15 دار ثقافه في ولايه المنستير، والشان الثقافي هو الملاذ الوحيد، الثقافه هي الملاذ الوحيد للخروج من ظاهره التطرف والارهاب ودمغشه الشباب نتاعنا، لانه الطفل كي يتربى على الثقافه وعلى النوادي المسرحيه وعلى الموسيقى وعلى شتى انواع الثقافة، أكيد أنه مش سهل دمغشته وغسيل المخ متاعه وبعثه لبؤر التوتر، ولا الدمغجة كلا تخلف التطرف كما شفناه في 2011 و2012، انهيار ثقافي كبير، انهيار أخلاقي كبير. تو نحسوا إلا فما روح جديدة تخلقت في الجهاد، وللأمانة هذا ديما نذكروا به ما ليس برمي ورود. معناها الدكتور محمد زين العابدين سياسته في الديسنتراليزاسيون اللامركزية الثقافية، دخوله للمعتمديات، دخول الثقافة ودور الثقافة وفتحها في مختلف المعتمديات في تونس في كل أركان تونس، يعني هذا يمكن من الأشياء الإيجابية الكبرى في تونس توا، لأنه حالة اليأس ما نجموش ننكره اللي يعيشها التونسي حاليا بعد ما صار في 2011 والانهيار الاقتصادي اللي نعيشه فيه، ومعناها انعدام الأمل لدى الشباب حتى المتحصل على شهادات عليا، ونشوفه في الهجرة متاع الأدمغة، هجرة الأطباء، هجرة الصيادلة والمهندسين وكل. كي تشوفوا دور ثقافة محلولة وتربية الأطفال على الثقافة وخروج الثقافة إلى الشارع، حكينا فيه مع مدير دار ثقافة مكنين ومع مدير دار ثقافة الوردانين، حكينا على خروج الثقافة إلى الساحات العمومية، وهذا يعني شيء إيجابي جدا، ونتمناه أنه يخرج في كل المعتمديات، ليس فقط في معتمدية مكنين أو مستير أو وردانين. أنتم في بقالطة هل عندكم قاعدين تركزوا على ليزاكسيون في الشوارع ولا في الساحات العمومية مش كان في دور الثقافة؟ في إطار الكلام اللي قدمته اللي هو كلام جميل جدا، معناها وينحى منحى ثقافي، هو توجه ثقافي وسياسة ثقافية تنتهجها الوزارة، وقاعدين في إطار يعني التمشي الوطني المجموعة من الأفكار، صح التعبير، مثل مدن الفنون، مدن الحضارات، مدن الأداب والكتاب. أيضا لدينا تمشي آخر في إطار كلام كنت أتكلم فيه اللي هي دار الثقافة تعتبر المتنفس الوحيد للشباب، وتعتبر يعني الطريقة المثلى من ناحية النوادي ومن ناحية الأنشطة على اختلافها، من ناحية التوجهات لتقديم ما يمكن تقديمه والامتصاص ما يمكن امتصاصه من الجانب الإيجابي، وإبعاد معناها كلي عن السلبيات اللي ذكرتها، منها الإرهاب، منها العديد من السلبيات الأخرى، وتنمية قدرات الشباب والأجيال بصفة عامة، يعني أطفال وشباب وكهول. في الإطار هذايا أنت تكوينك قبل كل شيء أنت فنانة تشكيلية. فنانة تشكيلية، ومعناها اختصاصي هو فنون تشكيلية، درست في المعهد العالي للفنون التشكيلية بتونس. الاختصاص هذايا عنده العديد من الإيجابيات اللي هي الكونتاكت مباشر إن صح التعبير، وينحى المنحى هذايا اللي كنت أتكلم عليه. ونعودوا للإطار كلامنا، هو العمل الثقافي في الشارع. العمل الثقافي في الشارع هو عمل يرتكز بالأساس على مدى قدرة النشاط في معناها في استقطاب عدد أكثر من المستفيدين. يعني وقت تقدم مثلا رقصة في الشارع اللي هي مثلا يقدمها نادي المسرح بدار الثقافة مثلا بالبقالطة، عندها مفهوم آخر أكثر برشة، وعندها إفي كبيرة برشة أكثر من تقدمها في قاعة مسكرة. بالضبط، الخروج للشارع. نعم، الخروج للشارع، وفي إطار مدن الفنون وفي إطار مدن الحضارات، في إطار المشاريع العمل اللي يخدم عليها السيد الوزير، وبالتنسيق مع المندوبيات المندوبيات الجهوية، لخاطر احنا نخدمه في إطار تنسيقنا مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسهم سي مهدي معطل. بالمناسبة نوجه
له تحية لخاطر قاعد يخدم معنا برشا ونخدمه اون باراليل مع بعضنا. عادة الأنشطة عندما تقدم يعني أنشطة وتظاهرات تقدم أغلبيتها تكون في الشارع. أولا لأكثر عدد ممكن من المستفيدين، ثانيا لإكساء العديد من الأماكن بالطابع فني، يعني الخروج من الطابع المبوطق إن صح التعبير، يعني كالكادر كالأربع حيوط نخرج منهم. نعم. ثاني حاجة إذا ثم جمالية فنية، وإحنا نتكلم على الفن وقلت لي أنت توا فنان تشكيل، ثم بعض الفنون ما تكتسي صيغتها الجمالية وما تظهر قيمتها إلا في الشارع. الكل هي المسرح، فنون تشكيلية، موسيقى، العديد من الفنون يكون طابعها أكثر قيمة، ذا قيمة فنية أكثر واستقطاب أكثر وأكثر جو زيادة باش نحو شوية هالكريز والستريس متاع المواطنين خاصة. أكيد الستريس هذية ولا كيف ما يقولوا فيها الطريقة السلبية، الامتصاص الجانب السلبي، يعني الإنسان يكون متفرهد أكثر. فهمتني؟ باهي. أنتم عندكم ميزة ساعة في بقالة مدام ربح، عندكم نائب عن جهة المنسير اللي هو بالأساس فنان اللي هو سعلي بنور. يعني للأمانة، هل أنه سعلي بنور قاعد يدعم في الشأن الثقافي في معتمدية البقالة اللي هي معتمديته الأساسية، أم بعد عليها وانساها؟ والله خلينا نكونوا صريحين شوية، بما أننا احنا في إطار مصلحة تونس فوق الجميع فوق الجميع، يلزم نكون مصلحة تونس فوق الجميع. السيد علي بنور أنا أحترمه كفنان على خاطر هو فنان ممثل مبدع تبارك الله عليه. قابلته مرة واحدة، جاء هناني قال لي مبروك عليك، معناها دار ثقافة البقالة وشرفنا، وما أنك فنانة يعطيك الصحة. في الإطار هذه أنا نوجه له تحية، ومن وقتها عندي 3 سنين توا في البقالة، هذيك أول مرة وآخر مرة معناها. دعوة لصديقنا سعلي بنور وابن البرنامج، افتتحنا به برنامج ساون ليميت منذ أشهر معناه، وكان حاضر معنا في حلقة مطولة مصطفى ويحكي على دعمه للشأن الثقافي. من شككش في دعمه للشأن الثقافي في الجهة، هو عمل جمعية مؤخرا، جمعية المهرجان الدولي للمنستير، الجمعية مؤشرة حاليا، قاعدين يخدموا على أول دورة للفستيفال. هذا يراو في إطار الدعابة فقط سعلي، من نستناه منك أنك تدعم الثقافة خاصة في جهتك ومسقط رأسك اللي هي البقالة. ونعرفوا كونه سعلي بنور دو تون زون تون يروح للبقالة، نقابله فيه في المستير ونشوفوه كما قلت صديقنا سعلي بنور في البقالة في الشارع معنا. لكن فعليا على خاطر نتكلم، مو انتم لازمكم تبعثوا له دعوه تكلموه كي تبدا عندكم نشاط، لانه هو ما ينجم كان يشرف على نشاط هذاك. خلينا نفسر لك كيفاش احنا يخدم مدير دار ثقافه في حد ذاته، كيفاش العمل نتاعو. تاكد اللي مدير دار الثقافه وقت اللي يقدم نشاط يتمنى اللي معناها الناس كلها تحضر. تاكد فما بالك بالمراسلات معناتها، فما بالك معناتها بالمعتمديه والبلديه والناس كلها والتليفونات معناها، او بدل رقم ونلولوا شو على الرقم الاخر. وهو المحله يعني ليس هذا المهم، المهم كونه يسير المركب معناها بالصحيح، هو معناتها استمراريه الانشطه الثقافيه. نحكيو على الانشطه الثقافيه اللي قمتوا بهم في الاونه الاخيره في العطله مثلا، هل كانت عندكم انشطه دار ثقافه البقالة في العطله؟ دار ثقافة البقالطة عندي تقريبا 3 سنين في دار ثقافة البقالطة، عندي مشروع عمل هو يقوم بالأساس على التأسيس وتقديم النموذج، النموذج الناجح وتقديم التأسيس من خلال التكوين، والتكوين يكون من خلال إرساء أسس معينة داخل دار الثقافة. يعني أهم حاجة كونه نكونوا الرواد، كيفاش نكونوهم؟ نكونوهم طريقة عمل ممنهجة من خلال مختصين باش نوجههم توجه إيجابي، باش يفهموا شنو قاعدين يعملوا، وباش يفهموا زيادة اللي هما باش يخرجوا من طابع الاستهلاكي إلى طابع الانتاج. يعني ما تقعدش أنت معناها تستهلك في مسرحية، تستهلك في تتفرج على تابلو تشوف تقول كيفاش يتخدم، يلزمك تعود تعرف كيفاش يتخدم، يلزم تكون فاعل ثقافي أنت في حد ذاتك، ويلزمك تستوعب الفعل الثقافي بالطريقة هذيك تكون فعل، وبالطريقة هذيك تكون إيجابي، وطريقتك هذه يعني تخليك تتعلق بالفنون وتخليك تدافع عليها، يعني إرساء القيم هذه. هذاك علاش طبعنا العمل داخل دار الثقافة يكتسي الطابع هذا. وأخيرا تم تقديم في الافتتاح تظاهرة رواد الدار نبع الإبداع سنة معناها تم تأسيسها 2016، على أول ما دخلت لدار الثقافة البقالطة أسستها
التظاهرة هذه تقوم بالأساس على إنتاج نشاط رواد دار الثقافة. تظاهرة دورية هذه؟ هذه تظاهرة في الافتتاح كل أكتوبر يتم إنتاج التظاهرة هذه. شنو هي مميزاتها التظاهرة هذه؟ التظاهرة هذه فيها إنتاج رواد دار ثقافة كسنة مثلا اعتمدنا فيها على ما يسمى بالسينوغرافيا واعتمدنا فيها على الرسوم المتحركة وتم من خلالها إنتاج دار ثقافة الوحيدة الموجودة في الجمهورية التي أنتجت رسوم متحركة. سنة اللي عملتوها وقت السنة السنة وتم الافتتاح وتقديم الأفلام هذه وتفرجوا على إنتاجاتهم لأولاد وناقشوها وحكيوا إنتاجات أفلام قصيرة دقيقة دقيقتين فيها مجموعة من الرسائل ميساج ما تسمى ما فيها معناتها أخلاقية وما فيها برشا برشا حاجات من صنعهم هما. ثم قمنا بتكوين في الإطار هذايا تم تكوين عن طريق الفنان والأستاذ سي بلال بوعزيز وسي بلال بوعزيز هذا الوحيد اللي يخدم كرتون في الجمهورية التونسية ونظرا لأهمية العمل اللي يقوم به تم تدعيمه أخيرا من وزارة الثقافة باش يكون العمل هذا عمل كبير برشا وباش يشرف عليه وباش يقدمه في العديد من الأماكن يعني حتى يكون الفكرة هذه وطنية. ومن حسن حظنا احنا وقت اللي جاء لقانا احنا انتجنا الفكرة هذه وكان فرحان بها برشا على امتداد يومين. ثم قمنا ايضا في اطار تأسيس طبعا ورشة في السينما قدمنا من خلالها عمل اسمه الأمل يدوم تقريبا 10 دقائق قدموا السينمائي وتم تكوين هذا السينمائي هذا التونسي نضال مناعي في هوليود متكون في هوليود المخرج هذايا وعنده العديد من المشاركات الخارجية وأنتجوا فيلم تقريبا 10 دقائق بالإضافة إلى التكوين المسرحي. أشرفنا على الورشة المسرحية سي أكرم بوغرين وهو زميل لدار الثقافة المقيم فنان ومخرج ثم ورشة في الكوليغرافيا أشرف عليها أستاذ المسرح بدار الثقافة بالبقالطة سي عبد الرزاق بكار وهو كوليغرافي ومسرحي وهو من بين الأعمال نقدمه فيها احنا في دار الثقافة البقالطة هي العمل المسرحي الكوليغرافي. وسبق لهذا النادي ان قام بعمل في اطار بعد المهرجان الجهوي بالمستير قدمنا في المهرجان الاقليمي بصفاقس وكان عرض متميز عرض الشارع وهنا نعود الكلام اللي بدينا منه اللي هو العمل في المناطق في الاماكن العمومية واللي هو طبعا افتتح لنا النادي هذايا افتتح بعرض الفرجة افتتح التظاهرة هذه اللي نحكي عليها اسمها رواد الدار نبع الإبداع في دورتها الثالثة وبالإضافة لهذايا نقدموا للصغيرات نقدموا لهم بعض النماذج لدور الثقافة المجاورة مثل دار الثقافة الساحلين اللي هو معروفة يعني بالمسرحة قمنا بعرض لنادي ثقافة دار ثقافة الساحلين اسمه عيد الجمر وكانوا موجودين معنا وهذوما أصدقائنا يعني عندنا علاقة جيدة بمختلف الرواد مع دور الثقافة المجاورة. عادة كل احنا الجمهور دار ثقافة البقالطة تقريبا من كامل ولايات الجمهورية واهم الولايات الجينة هي اقليمية نظرا للقرب المسافة المهدية سوسة من المستير كلهم يحضروا معنا. وقدمنا ايضا في الاطار هذايا ورشة اخرى من بين الورشات المتميزة هي تشكيل العنبر للحرفي علي الزواغي وعديد ورشات اخرى في الاطار هذايا في اطار الافتتاح هذا بالنسبة لأكتوبر. أوكي باهي مصطفى خليل الكلمة هذه ثاني امرأة معنا أنت المرة اللي فاتت استغربت شفتك كيف شفت مدام بسمة بوزيد معنا قلت مدير دار ثقافة امرأة يظهر لي في اشتر مديري دار ثقافة متاع جهة المنستير نساء. هذا هو يعني هي مفاجأة سارة مدام ربح يعطيك الصحة. النشاطات متعددة ومختلفة وأهم يعني كلمة نجم أن نلخص بها الحديث هي التناسق ما بين الأفكار والإنجازات. صحيح وزارة الثقافة يعني البجيم تاعها مش كبير برشا صحيح فهم برشا عراقيل مادية ولكن على المستوى الأنشطة
نتصور اللي فهم برشا أنشطة تستحق الاحترام والتقدير، خاصة يعني على رأس مدينة الثقافة الصغيرة يعني في البقارطة امرأة. ولهنا احنا خرجنا من نمطية تقليدية للرئاسات الثقافية في تونس نحو الأخذ المشعل، خاطر المرأة التونسية بالحق هي مرأة مبدعة كي تعطيها المجال تفوق الرجل في عدة اختصاصات. شكرا يعني صحة. المرأة التونسية مش لهنا مش نذكر احنا بتاريخ تونس الحافل تاريخ المرأة التونسية الأصيلة، يعني أول طبيبة أو أول معلمة أو الأستاذة، فما برشا نساء تونسيات يعني أصيلة تونس هما رائدات في كل المجالات بتاعهم. وهذه هي سياسة جديدة، سياسة الاستشراف، الشباب عنده المكانة متاعه والمرأة التونسية تكون عندها المكانة متاعها، وبالفعل المرأة التونسية هي اللي بتشتغل مشعل. ونتصور يعني من لهنا 2040-2050 نتصور في برشا قياديات تونسيات باش يكونوا في ممثلات وتكون حتى رئيسات تونس كما في العالم المتقدم. باهي مدام ربح، احنا باش نختموا توا الجزء الثقافي هذا، شنو هي الانشطه المستقبليه نتاعكم؟ شنو هو لي بروجيكسيون تاع دار الثقافه البقالطه؟ فاش تخمم شنو هي اهم المشاريع اللي باش تركزوا عليها؟ يعني خليني نسالك زاده على النوادي، عندكم شي نوادي ادبيه مثلا في دار الثقافه بالبقالطه؟ عندكم شي نوادي مسرحيه قاره؟ عندنا مجموعة من الأنشطة ومجموعة من النوادي، لكن فقط معني للإضافة بعد شهر أكتوبر بعد الافتتاح عملنا تظاهرة مؤخرا، هم زوج تظاهرات عملناهم في ديسمبر، تظاهرة صوفيات وهي تظاهرة ممتازة جدا عندها إشعاع وطني كبير برشا، تهتم بالإنشاد الديني باللون الصوفي سلميات وأحزاب يعني حفاظا على الجانب المهم جدا في التراث، ولقت إشعاع وطني كبير برشا وإعلامي، وإن شاء الله السنة القادمة باش تكون وطنية. ثم احتفلنا أيضا احتفلنا بتأسيس دار الثقافة، وكان فيها ورشة حساب ذهني، وكان فيها مسرح، وكان فيها مونولوج، وكان فيها العديد من الأنشطة المتميزة. تقريبا اختتمنا سنة 2018 احتفالية كانت كبيرة برشا. إن شاء الله الأيامات الجاية عنا مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأعمال والمشاريع باش نسعى لتقديمها، أهمها قريبا تظاهرة إيقاع الفنون. إيقاع الفنون هذه السنة باش تكون الدورة الثانية، وفي مجملها مجموعة من العروض نحب تكون شبابية ونحب تكون للإنتاج الناجح وتماشيا مع كلامك وتماشيا مع العمل اللي باش تقوم به الوزارة وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في إطار مدن الفنون. سيكون لنا العديد من الأنشطة خارج دار الثقافة وخارج الإطار الضيق، باش كنا عروض موسيقية، عروض مسرحية في أماكن مختلفة من البقالطة. هذا بصفة عامة إيقاع الفنون. ثم بعد ذلك سيكون لنا نشاط متمثل في الأدب، وهي أيضا تظاهرة أسستها أدب الناشئة السنة باش نقوم بالدورة الثالثة، تعتني بالإنتاجات الأدبية من شعر وقصة ومن خواطر لدى الناشئة. هذا بالنسبة للجانب الأدبي في إطار مدن الأدب والكتاب، وهو أيضا برنامج وطني سعى سيد الوزير إلى تأسيسه، وهو هادف جدا في إطار تنمية قدرات الأطفال على الكتابة. ثم بعد ذلك لدينا تظاهرة تختص بالمسرح. السنوات الفارطة حابين تكون مهتمة بالحكواتي، هذه السنة إن شاء الله باش نهتم بالكلوناج وما يعنيه المفهوم هذايا للصغير، وما فيه من قدرة كبيرة برشا وصعوبة كبيرة برشا للمؤدي للمبلغ في الإطار هذايا. هذا بالنسبة إلى حد الآن شهر مارس. ثم في شهر التراث إن شاء الله باش يكون لنا دورة ثانية متميزة اللي هي القالطة ذاكرة أجيال اللي أسسها التظاهرة هذه، أيضا تعتني بالتراث المادي واللامادي وفيها العديد من المخزون التراثي للجهة.
وفيها فقرات ممتازة جدا. هذا بالنسبة في شهر التراث، في أول شهر التراث. ثم لدينا تظاهرة أخرى في الإطار هذية، ملتقى الفنون والحرف، وهي تهتم بالفنون التشكيلية على اختلافها. الفنون التشكيلية بما فيها الاختصاصات المختلفة، هذه بصفة عامة معناتها متنوعة باختصار كبير برشا أنشطر الثقافة. بالنسبة للنوادي، النوادي عندنا نادي المسرح، عندنا نادي الموسيقى، عندنا نادي الفنون التشكيلية، عندنا نادي التراث، عندنا نادي الإنشاد ونادي الإعلامية. النوادي هذه كلها نحاولوا كونها تكون أول حاجة هي التناسق فيما بينها وتناسق الرواد فيما بينهم. ونعود لكلمتك الأولى اللي أنت ذكرتها، هي طريقة الخطاب. يعني التلميذ ولا الواحد من الرواد وقت يشارك عندي في نادي، نحبه يكون مطلع على بقية النوادي بالضبط. وبالطريقة هذه تكون ثم لحمة كبيرة برشا بيناتنا، يعني احنا نشتغل في شكل أصدقاء. نفس يعني العلاقة بيناتنا ونفس الجو الأسري بيني وبين المنشطين، واللي هو فيه اتفاق كبير برشا على البرمجة من ناحية التأطير ومن ناحية تقديم المادة. هذا فقط يعني باختصار شديد. يعطيك صحة مصطفى، أنشطة متنوعة مختلفة ما خليت ما جبدت معناها مدام ربح. يعطيكم الصحة بالحق، يعطيكم الصحة. هذا هو اللي نأمله، هذا شنو نأمله لتونس باش تكون تونس الثقافة، تونس الفن، تونس المسرح، تونس الموسيقى. هذا هو اللي إن شاء الله يكون معمم في كامل تراب الجمهورية، ليس فقط حكر على دور الثقافة بالمنستير بجهة المنستير. يعطيكم الصحة، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا وسمحني كان قصيت عليك. في الإطار هذه أول حاجة أوجه دعوة لكل متسكين للقاطة للانخراط الفعلي في الفعل الثقافي، لأنه مهم جدا ولا ترتقي، يعني نتعامل فيها مسؤوليتي الكلمة دي، لا ترتقي يعني الحضارات ولا ترتقي المناطق إلا بثقافتها. دعوة أيضا للجمعيات للانخراط في الفعل الثقافي لما فيه أهمية كبيرة برشا. راي الثقافة أعتبرها اقتصاد، الثقافة أعتبرها دين، استثمار. الثقافة أعتبرها مستقبل. يعني من غير ما يكون أساس وقوائم واقفة صحيحة في الثقافة تخاف عليها تونس. صحيح. هكا نكون وصلنا لختام هذا الجزء الثقافي من حلقتنا، نرجع بعد الفاصل.